لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ليخالف اليهود والنصارى، ليجعل للأمة هويتها الخاصة، لتتميز الأمة وتفاصل الأمة أعداء الله جل وعلا. عاشوراء هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم من الأشهر الحرم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. منها 4 حرم. ما هي هذه 4؟ هذا أمر توقيفي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه 4؟ انتبه معي لكل كلمة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة أو ذو القعدة، وسأفسر الآن، وذو الحجة أو ذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي يوم هذا؟ الرسول يسأل الصحابة: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. فقال: بأبي وأمي وروحي، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: بأبي وأمي وروحي، أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أليس شهر ذي الحجة؟ أو أليس ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أليس البلد الحرام؟ وفي رواية: أليس البلدة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فرفع سبابته إلى السماء يشير بها إليهم ويرفعها إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. منها 4 حرم 3 متواليات، أي 3 سرد وواحد فرد، 3 سرد وواحد فرد، 3 متواليات، ذو القعدة أو ذو القعدة بكسر القاف وفتحها واللغتان صحيحتان. لماذا سمي ذو القعدة بذي القعدة؟ كثير من الأمة لا يعرف الأشهر العربية، لأننا تفرنجنا وتغربنا إلا من رحم ربنا.
وأصبحنا نحفظ الشهور الميلادية، ولا أقلل من شأن هذا، لكن أنكر على من يحفظ الشهور الميلادية وهو لا يعرف شيئا عن الشهور العربية القرآنية. لو قلت الآن لطالب علم أو لشاب جامعي أسرد لي الأشهر العربية، ما استطاع، والله ما استطاع، ولا يستطيع أن يفرق بين هذه الأشهر فضلا عن أن يقف على معانيها. فذو القعدة سمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يقعدون فيه عن القتال والترحال. ذو القعدة وذو الحجة أو الحجة، واللغتان صحيحتان، وسمي ذو الحجة أو ذو الحجة بذي الحجة لأنهم كانوا يحجون فيه بيت الله الحرام والمحرم، وسمي شهر المحرم بالمحرم تأكيدا لحرمة القتال فيه وتأكيدا لحرمته عند الله جل وعلا، وهو الشهر الذي نحن فيه. وقد يمضي الشهر الحرام ولا يعرف كثير من المسلمين عنه أي شيء، ولا يعطونه حقه ولا يقدرونه قدره. ورجب مضر، ورجب مضر يعني إيه؟ أراد النبي أن يحدد أن الشهر الصحيح لرجب هو الشهر الذي كانت تعرفه قبيلة مضر. لقد كانت قبيلة مضر تتخذ الشهر المحرم شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان، أما ربيعة وهي قبيلة عربية أخرى كبيرة كانت تتخذ شهر رجب الذي هو بين شعبان وشوال والذي يعرف برمضان. فأراد النبي أن يبين خطأ ربيعة وأن يبين صواب مضر، فقال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لماذا سمي رجب برجب؟ لتقف على بقية الأسماء ومعانيها. رجب في لغة العرب من الترجيب، من الترجيب، وجمادى من التجميد، كان الماء يتجمد في هذا الشهر من شدة البرد، وشعبان من التشعب لأنهم كانوا يتشعبون ويرحلون للغارة والقتال إلى غير ذلك. قف معي مع شهر الله الحرام، شهر الله المحرم. الله تبارك وتعالى يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم حرام في كل وقت، لكنه أشد إثما وأشد خطرا في الأشهر الحرام، كما في قوله تعالى في شأن البيت الحرام ومكة شرفها الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإثم عند بعض السلف مضاعف في مكة، عند بعض السلف، لأكون دقيقا في كل لفظة، فهناك من يفهم بهواه ثم ينقل بغير دقة وأمانة. ولذلك يقول شيخ ابن القيم: دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، وهذه واضحة، فأنا أعرف قصدي وأنت تعرف قصدك حين تتكلم. أما الدلالة الإضافية فهي التابعة لقصد المستمع ولإدراكه وفهمه وذكائه وحسن قريحته، وهذه تختلف باختلاف الخلق، فكل يفهم بحسب قدراته وطاقاته. أسأل الله أن يرزقنا الصواب. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالظلم حرام لكنه آكد في الحرمة والإثم في الأشهر الحرم.
ومنها شهر الله المحرم الذي أنت فيه الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الشهر تعظيما ويحرص على صيام العاشر من شهر الله المحرم، وهو الذي يسمى بيوم عاشوراء. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى يهود تصوم هذا اليوم، فقال: بأبي وأمي وروحي ما هذا؟ قال اليهود: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أكرر الرواية: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، يوم العاشر من شهر الله المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ يعني لما تصومون هذا اليوم؟ وهذا التفسير أنا متعصب له جدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، كان يصومه قبل أن يسأل اليهود، ولكنه يسألهم عن سبب الصيامين في هذا اليوم. أرجو أن ينتبه طلبة العلم لهذا، كان يصومه قبل أن يسأل اليهود، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. سأرجع معكم إلى قولة النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، لكن بعد رواية أخرى في الصحيحين للربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، يعني في صبيحة يوم العاشر من المحرم، إلى قرى الأنصار: من أصبح اليوم منكم، من أكل اليوم منكم فليتم بقية يومه، أو فليصم بقية يومه، ومن أصبح اليوم منكم صائما فليتم صومه. قالت الربيع: فكنا نصومه ونأمر ونعود صبياننا على صيامه، حتى كنا نجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكى الأطفال دفعنا لهم هذا حتى يكون عند الإفطار، أي حتى يحين وقت الإفطار. هذا هدي النبي في صيام يوم العاشر. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم، اليهود والنصارى يعظمون يوم عاشوراء، يعني فكيف تصومه أنت يا رسول الله واليهود والنصارى يصومون هذا اليوم تعظيما له؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، لئن عشت إلى قابل، يعني إن عشت إلى العام المقبل إن شاء الله، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فلم يقدر الله لنبيه أن يصوم التاسع، لأنه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى بأبي وأمي وروحي، ولم يصم التاسع من شهر الله المحرم. لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ليخالف اليهود والنصارى، ليجعل للأمة هويتها الخاصة، لتتميز الأمة وتفاصل الأمة أعداء الله جل وعلا.